الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، نرحب بكم في برنامج عجنها عجن. طبعا اليوم الضيف غني على التعريف، والكل في التعليقات يدعونا، ادعوا ابو حوراء، ادعوا ابو حوراء، ادعوا ابو حور، ادعوا ابو حواري، كل شيء. ونستقبل السيد امين، السيد موسى، مواليد 1991، متزوج عند حواري. نطلع عليكم، ما طلعت يانا في مطاعمكم من قبل. المهم طبعا سيد امين من احد مؤسسين كاميرا اكشن واهم اعضائها وكوادرها وراس عود يعني في القناه، فانا لازم اقيمه عدل، لا بتفنش من هالشغله. فنرحب بسيد امين. حياك سيدنا. طبعا سيدنا تعرف انت، المفروض مو تعرف انت، ابو البرنامج، البرنامج بنعطيك طبخه الحين. طبعا السيد ما يعرفها، لحين متوهق وكل الحين يسالنا وش الطبخه، وش الطبخه، احنا ما احنا قايلين له. زين الطبخه عندك 30 ثانيه تعرف التفاصيل. بس اتصال؟ لا عادي، جوجل عادي، تسال احد المصورين عادي، تتصل مثلا لبنغالي. لمتى الوقت يعني؟ الحين ببحث مثلا، ليه ما احصل الشيء؟ احنا اياك صوبك يبين من تفتح تكتب بحث جوجل، تدش الصفحه خلاص 30 ثانيه انحسب، وتشكل الصفحه ما فيها شيء، تشكل النت مبند بعد، مو شغلتنا دي، راحت عليك ال 30 ثانيه. انزين سيدنا وش توقع الطبخه؟ بيض مقلي. بعد غيره؟ خنفروش. الطبخه طبعا سمبوسه جبن. السمبوسه انت بتسويها وانت اللي بتقليها وامورك طيب. طب انت وش تبي تتوقع؟ هذا اللي يسوون بهالسمبوسه وش اسمه؟ ما ادري وش اسمه. انزين بعد ودهن. اوكي. والجبن. اوكي. بقله. هذا عجينه سمبوسه، هذا جبن، والدهن. الدهن اكو وراك. وهذا وشو هادي؟ ما ادري وش اسم هاللي يفرشون بها حق تنصات السكر، يلصقون بها تقصي بريق اكل. زين وش بتلصق بها؟ ما ادري، بزيت زيتون هو. بقول لك بس ما نقصك من التقييم. جو نشا هاي هي. زين اكو وراك القفاش والصحون واي شيء تحتاجه. سويت سمبوسه من قبل سيدنا؟ طبخت من قبل قوله. عجل لو الكل يتوصل بك. طبعا اهم اللي وصلنا ام احمد، عمة السيد جدة حوراء، هي اللي وصلتنا انه خلوا ابو حوراء ضروري لانه طباخ ماهر. يمكن تطابخ لها من قبل، الحين انت تقول ما طبخت في حياتك. طبخت لو لا؟ فنان انا. انا بس بعدين انا مالي شغل، بعدين بيت عمك قالوا سوي لنا سمبوسه، سوي لنا سمبوسه. على التقييم ان شاء الله، يمكن بعد يقولون لك انت تطبخ. احط لنا شفل الماي، وما ادري وش اسوي يا شباب. ما في كرسي نفس القبليه؟ لا ما قعدوا. قعدون يا اخو؟ ما قعدوا ولا واحد منهم من الحين. دختي كسر ظهر يعني سالفه؟ شو تفكر العالميه ببلاء؟ طبعا هذا الاستديو نشكر القائمين على استديو جديد بعد نجاح الحلقة الأولى والثانية مع علي وأحمد باسم. طبعا من حظ سيد أمين إنه وصلنا الاستديو الجديد. ما تشوف إنه قاعد ينقص باقي واجد شكله. الوضع هذا مو أصلي الخار، أنتم ماخذين الشيبي الخار، أنتم ما تخسرونه. لا لا ما نخسر. طبعا هذا ورق السمبوسة. الله. وأقول لك ثاني قلية هي اللي ممتازة. القلية الأولى هو؟ القلية الأولى ما تعتبر. ما تعتبر. القلية الثانية. زين. أول شيء بتعلم كيف نقص، كيف نسويها. طبعاً السمبوسة تصير كذي. بس وين تخلي البطيخ؟ أنت المفروض تحط من البداية. أيوه كذي. كذي. بعدين هذي كذي. بتلصق لي. تلصق كذي. عرفتون كيف؟ تحط طيقه جبن. يقول لك هو موضوع الجبن مهم، لان في ناس هو الجبن المبشور افضل من هذا. كله جايبين لي اواد صم شباب. طبعا جبن وصادها، بس انا متعود على الجبن المبشور كل مره كذي، فنقزرها هذا الجبن. حط نص مثلا
حتى هذه ما جابوها لي. زين خذ بالقفشه بالقفشه. ها هو بالصبع يسوي. انا احس بيني وبينك من يوم طبخه احمد باسم وانا بطني مو لهنا. عدمنا عدام نشكر الامهات الشكر الجزيل والله لا هذا ما قصروا صراحه ما قصروا متعبينهم ويانا. بيني وبينك شايف فيديو انا سمبوسه من كم يوم انا يتراولي واحد يلف سمبوسه مو شايف فيديو سيد محمد رئيس البرنامج انا فكرت خنفروش اعطاك اسم هذا انا بيني وبينك رحت بحثت عن خنفروش وش وضعه وش يسوي انا كنت بيني وبينك بنخليك خنفروش بس قلنا خلنا نسهل على السيد يستاهل طبعا كل ما تسوي سمبوسه بتضبطها زين اول واحده كتر الثانيه اكتر ثالثه مضبوطه حتى المجرب كل ما اكل سمبوسه زين يحصل الطعم افضل واللي يقول ان هذه السمبوسه طبخه سهله يسوي لنا لايك واذا وصلت اللايكات 150 بنجيب سيد امين لطبخه اصعب هو بتجي اللايكات القويه ان شاء الله ما يقصر ما بتجي شوفون الطبخ ما يحتاج زبون لايك طبعا السمبوسه انا خلطت لك هاي اللحم تصير كذي بعدين هني تسكرها بالنشا بس اربع تمام لا خلص الجبن اربع وحدات هذا حتى ما بقدر اقيم انا يا اخو تقييم سمبوسه جبن من اول وحده شيء قيمات على ولا كباب احمد باسه سمبوسه سيد امين سمبوسه جبن سيد امين دي المدلل نرجع لموضوع المدلل هي طبخه تنأكل بالإيد هي يعني أحلى بالإيد يمكن بس تعفس العافية يعني مو مكبوس أو عيش أو مثلا الحين تقدر أنت تأكل البشاميل بالإيد وش كنت أقول عن أنه بالقفشة أو بالإيد تقدر تأكل البشاميل بالإيد لا بس المدلل عيش حتى لو العيش صايرة طبقة نفس طبقة المعكرونة الحين أنت تعرف تسويها عدل يعني إيه أنا أطالب جمهور مطاعمكم يقولون لسيد ناصر في الكومنتات أنه يسوي الطبخة برز روحكم ما عليك منضبطكم المهم فتخلي اول شيء تاخذ العيش نصف فوحة في ردود واجد هجتنا يعني خب على فيديو علوي مثلا جفي من الردود الحليوة اذا سيد ناصر ضل يقدم لنهاية البرنامج راح الرجال يتسمم يعني راحت علي وانا احس انه صار للتسمم يعني من الردود بعد انه كان اراويكم شلون الطلب نب الحلقه الجايه ابو حوار فالحين ترى عندك الثلاثين في الثانيه مثلا للماء الملح لو ما نحتاج الثلاثين في الثانيه والله قوي سيدنا ما بتسال عمه مثلا تسال احد الحين اتصل له ما اسولف فيها اذا اقدر مثلا اتصل لها اقول لها اكتب لي في الواتساب لا 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 اذا تكتب لك في الواتساب 30 ثانيه باخذ التلفون لا تقرا 30 ثانيه وتبند التلفون لان احنا المعلومات نبغى تاخذها في 30 ثانيه ما اقرا 30 ثانيه 30 ثانيه هسه فتقول لك في 30 ثانيه الصوتيه 30 ثانيه الطبخه تستوي في كم انت شو اول شيء سلم قول لها ما امبيش في شغله من تبدي السؤال ماك شغله سلم لو ما سلم المهم يعني من تبدي السؤال 30 ثانيه عندك السلام عليكم الوالده بدها وش اخبار بدها شايفه بدها بعد انا ما بديت يلا ثلاثين السمبوسه وش مكوناتها بسرعه 30 ثانيه بدتها 30 ثانيه بسرعه اوكي انزين في شيء غيره ما جابوا جبن مبشور لا تخليني اصلي يلا جبن كيفك مع السلامه لازم اخذ زياده خلاص لا المفروض الماء يقل من الهذا له حمرت زيد نشف شويه هذا اللي قال لي اسمع هذا اللي قال لي في بدايه الحلقه وراوهم شباب
ان حطيت واجده ايه صحيح حنقل. لا قلت له مو كنا واجده المفروض انت ما هذا انا بقيمك بدون كني ما تحكي شايفه بعد تقول لي اشياء غلط ما حد قالك تسمع راي احنا عندك 30 ثانيه تعتمد عليه اسمع لو اقول لك مثلا الحين السمبوسه الجبن يسوونها بالمقلوب بتصدقني مالي ما له شغل التقييم انا اصدق في كل شيء يا سيارة. الله بس خلاص اوكي براعي هذا في التقييم براعي واش اخاف واش اخاف اوه قاعدين نطبخ ترى احنا ترى انا شكلي وا 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 سمبوسة شري يسمونها صديق عليك انت اصلا زين بعد المفروض حط حط حورة طبعا نرحب بحور حور وش تاكلين حواوا طبعا طالعوا الشبه بعدين يقولون ما طالع الشبه طبق الاصيل حور هني هني شيك هادي لان صمه اوه واستوته والله سهالات مفروض ما نعطيه سمبوسه السيد طلع واجد خبره المره الجايه اذا صار 200 لايك بنجيبه حق شيء اصعب لا سمبوسه خضره ولا خنفر وش خليه يفكر من الحين انزين بعد عندنا شغله للجماعة اللي يطالعون لازم تتفاعلون ايانا بدون تفاعل احنا ما نقدر نجيب حتى ضيوف الضيوف ما تبينا تقول لايكاتكم قليلة اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واذا عندكم ملاحظات حطوا لايك واذا عندكم نقاشات حطوا لايك اي واحد يدش الفيديو رحم الله والديكم لايكات كان نقدر نجيب له واقترحوا على ان اسماء ما يصير تقول لي ان انقص على الشولة طول عليها انت مو كل شيء تصدقني اقول لك انا اصدق في كل شيء سيدنا بس انا في كل مجال حتى اني من ثلاثه ايام اللي يعرف الكلمه يكتبها في التعليقات كانت كلمه حتى قلت انا اذا سيدة مين الضيف انا ما انا جاي بس تعرف له الطلبات من المشاهدين يعني ما تعزنا لا لا السيد انت لو تقول لي كلمة اعظم منها بعد اجي طبعا احمد باسم ملاحظتنا على احمد باسم الملح شي ضروري في الطباخ فالحين احنا ما نريد سمبوسة ماسخة تحتاج لها ملح حتى اتصل سيد امين لامه ما سألها عن الملح ما قالت قالت بس هالاشياء يمكن نسيت الملح ما تنسى الوالدة الوالدة الله يخليها عمتنا ام سيد امين تحياتنا طبعا من الداعمين الكبار مطاعمكم وكاميرا اكشن هي ام سيد امين واحنا فيها واجد قريب الكرسي والله العظيم في المقله خليني طبعا هذه ملاحظه مهمه شنو اللي يخلي الزيت يتفاعل ونطر وكذا وتحترقون يا نسائنا وامهاتنا واخواتنا الماء اذا في قطره من الماء تسمع الباذنجان لو يبخر كذي لان الباذنجان شي واجد في ماء فدعواتنا لكم ان الله يحفظكم من حركات الدهن البسيطه المؤذيه لكن بس انا احس الامهات يعني عموما انهم متعودين على بعض, ايه؟ بعض الحركات ايه طبيعي ترى الشيء بتشوفها في نص وهي ماشيه وهي مواصله الطباخ الجبن وانا لا تطيح في الدهن والله يحترق وجهي شكله صدق لا سمبوسه هو سوى السيد حط جبن داخل العلاد رحم الله والديه يعني طبعا تقييمات عندكم تشوفون ان السمبوسه طبخه سهله حط لايك تشوف ان السمبوسه طبخه صعبه حط لايك تشوفها وسط حط لايك بس الناس احنا بتقول ان انا ادرب الطبخه ولا انا مختار الطبخه
كيف بتقنع الناس؟ شوف انا ما باقنع احد، نحن شعارنا المصداقي. الله شاهد على ان الله شاهد على ان السيد ما يدري بالطبخه، والدليل انه دور عن الخنفروش. خلني براويهم الخنفروش. طبعا الخنفروش له عده وصفات، القطيفيه، البحرينيه، الاماراتيه، كل شيء دورت عليه، وهذه وصفه الخنفروش البحريني. نشكر سيد امين على هذا المجهود الرائع. الشيء قبل سيدنا كبيرنا، تفضل. ها ما باكي. لا كاد اصغر اول واحده. ليش مشيك اول واحده يعني؟ كل ما يحمل قلال. انا قايل لك القليل الثاني. اوكي لا اشيك دي وبقيم على دي. مقرمش. ما اكل من قبل مقرمش فيه. بس قلت لك انا عصر الجمعة اكل ثابت قوية. لا هو جبن مبشور كان استوت كذي ها قوية عدل ما فهم لحم طبخة ايه واحنا اقول تقر صراحة انما ايه ترى تدري من وين من العجينة لا تقيم ليل عنها ما يحتاج صراحة صدق يعني ما يحتاج قيمة ولأن الجهر بكير مراكشنه ومدير فيها و يعني بتفنش إذا هذا أنا كان مو عاجبني الجبان 10 من 10 شباب السبسكرايب لازم يرتفع، الاشتراكات في القناة رحم الله والديكم، طرشوا لربعكم خلوهم يشوفون هذا الجهد اللي قاعدين نسوي. السمبوسة ولا أروع، تبون واحد ثاني يسوي سمبوسة خضرة يسوي خنفروش، اكتب لي من هو اللي تبوي وايش تبغى يسوي، ونشوفكم في حلقة قادمة من عجنها عجان.